كما تعودتم على مشروع فرحة يتيم احتفالية للأيتام ومكفوفين وفاقدين الأبوين اليوم بالتعاون مع المدينة السياحية في مدينة العاب وكذلك شركة اقتصاد الحج والعمرة قمنا بفعالية احتفالية للأيتام والتعاون كذلك مع منظمة الغد شاركت معنا حفلة للأيتام توزيع هدايا وأكل وشرب وألعاب مجانية. كل الشكر لهم وكذلك الأستاذ غازي فيصل وكل كادر قناة الموصلية السباقين لفعل الخير والقلب الرؤوف والقلب الحنون تجاه الأيتام. بالبدء نرحب بقناة الموصلية قناة الغراء المتابعة والمواكبة لكافة نشاطات شركة مدينة العاب الموصل. طبعا بعد الحمد لله استقبلنا اليوم بالتعاون مع منظمة فرحة يتيم أكثر من 500 عائلة من أبناء شهداء قوات أمنية البطلة، وطبعا الدخول كان إلى مدينة العاب. مساهمة الشركة كان هو يكون الدخول مجانا إلى داخل مدينة العاب، استخدام كافة الأجهزة للأطفال اليتامى من أبناء شهداء قواتنا الأمنية البطلة، استخدام الأجهزة مجانا كان كله طبعا، ونشاطات أخرى أيضا شركة إدارة شركة مدينة العاب الموصل بادرت بها هي بالتعاون مع شركة آسيا سيال لتوزيع خطوط معبأة مجانا لهذه الشريعة من المجتمع. نحن سعداء اليوم بمشاركة شركة آسيا سيال مع مشروع فرحة يتيم في مدينة الألعاب السياحية لرسم البسمة على وجوه الأيتام وعوائلهم. هاي الأيتام اللي الحقيقة يستحقون كل ما هو رائع، ذويهم ضحوا من أجل تراب الوطن ومقدساته. اللي قامت بها شركة آسيا سيال الحقيقة هو توزيع شرائح خطوط مجانية لعوائل الأيتام، كذلك رصيد مجاني من مقدم هدية من شركة آسيا سيال للاتصالات. حاليا احنا يعني دنزرع الابتسامة على وجوه الأطفال كما عودناكم بمشروع فرحة الأيتام برعاية حج قيدار. مشروع فرحة الأيتام المستقل نقوم كل أسبوع تقريبا حفلة، يعني شلون الاحتفال برامج ترفيهية للأطفال. عفوا نحن همنا أيضا نشكر قناة الموصلية اللي هي سباقة بنقل فرحة، يعني شلون نقول بالابتسامة، فرحة الطفل هم دا ينقلون الابتسامة. أرقى مبادرة نشكر حاج قيدار ونشكر كل من شارك بيها، أحسن مبادرة هاي مال فرحة اليتيم. إيه الحمد لله عندي بنت مريضة، بنتي قاس قنقري موالد 79 معوقة، إيه وهم عندنا يتامى. إيه مبادرة حلوة، نشكر الأستاذ قيدار الذي بادر بهاي المبادرة الحلوة، فرح الأيتام والله هاي لا مرة ولا مرتين. أي والله ألف خلف الله علينا الأستاذ قيدار، هاي فرحهم للأيتام مانا دحق عليهم كلتهم. أي والله ونشكر منظمة الغد. أي والله والله الغد إيه جابوا للنور مساعدة، ساعدوها منظمة الغد محلا ليلى البرزنجي ساعدتها، والله بالانفجار مع الروسية طقت عليهم. اي والله هي وخالة وجدة وجدتها وامها والعيلة كلها، العيلة كلها ما حد طلع منهم. زين هاي السفرات كلهم شنو يسووها؟ والله ما صار بعد شهر وهاي سفرة الاخ.
ايه ودانا على القديمه حش قيدار الله يبارك بعمره. ايه والله وما عيخلي قصور والله، من مساعدات من ملابس والله ما عيخلي قصور استاذ قيدار، الله يحفظه ان شاء الله. العفو يا ابو العفو، واشكر ليلى البرزنجي.